أوقات النهي عن الصلاة 5، من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني إلى وقت الإشراق، وقبيل صلاة الظهر تقريبا بربع ساعة إلى 20 دقيقة، الوقت الذي تسعر فيه نار جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، تكون الشمس في كبد السماء. الوقت الثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن في هذه الأوقات تقضى الصلوات المفروضة وذوات الأسباب، تصلى في هذه الأوقات كتحية المسجد وسنة الطواف والاستخارة مثلاً.